النشرة الثقافية من قناة البوادي، أهلا بكم وإلى العناوين. طالب الرفاعي شخصية العام الثقافية بمعرض الشارقة. معرض فني وثقافي للمصورين الكويتيين بأرمينيا. أمسية في أدبي تبوك حول قضايا السرد القصصي. افتتاح معرض للفنون التشكيلية بكلية صور الجامعية في سلطنة عمان. ملتقى وطني لأدب الكفيف في تونس لأول مرة. الأليكسو تختتم أعمال الدورة 25 لمؤتمر الآثار والتراث الحضاري في الدول العربية. شمعة أمل تنظم الأمسية الثقافية الفلسطينية في الدنمارك. موعدكم مع الأخبار الثقافية من شاشة البوادي، أهلا بكم. منح معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته 40 الروائي الكويتي طالب الرفاعي جائزة شخصية العام الثقافية للعام الحالي، وتسلم الرفاعي الجائزة من عضو المجلس الأعلى الإماراتي حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي خلال حفل افتتاح المعرض الذي أقيم تحت شعار هنا لك كتاب بمركز إكسبو الشارقة. وتشمل المشاركة الكويتية العديد من دور النشر والتوزيع والمكتبات، إضافة إلى مشاركة بعض الروائيين والمفكرين والشعراء الكويتيين في ندوات أدبية. وفي سياق الجوائز، أعلنت إدارة معرض الشارقة للكتاب فوز دار ذات السلاسل للطباعة والنشر بجائزة أفضل دار نشر عربية لعام 2021، حيث أشاد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بهذا التكريم. التقى سفير جمهورية أرمينيا لدى الكويت سارمين باغدا ساريان بقيادات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وجرى خلال اللقاء بحث تفعيل اتفاقية التفاهم والتعاون الثقافي بين البلدين، وتم الاتفاق على إقامة مسابقة للتصوير الفوتوغرافي بين أعضاء الجمعية الكويتية لفنون التصوير التي تربطها مع المجلس مذكرة تفاهم وتعاون، ويكون موضوعها عن دولة الكويت بمناسبة مرور 60 عاماً على الاستقلال. وستستضيف سفارة جمهورية أرمينيا الفائزين 3 الأوائل من أعضاء الجمعية في مسابقة لفن التصوير الفوتوغرافي في رحلة إلى العاصمة الأرمينية يريفان، وسيقام معرض فني وثقافي للمصورين الكويتيين هناك تفعيلاً للعلاقات الثقافية والفنية الثنائية بين البلدين. نظم نادي تبوك الأدبي في السعودية أمسية أدبية تحت عنوان سرد وحوارات أدبية للقاص عبد الرحمن العمراني والقاصة نورة شتاوي. أدارت الأمسية روابي الحميد وسط حضور مجموعة من الأدباء والإعلاميين والمهتمين بفن السرد القصصي وفنونه. وتحدث القاصان العمراني وشتاوي عن بدايتهما في فن السرد القصصي والقصة القصيرة، واستعرضا مجموعة من نتاجهما في هذا المجال. وعرج عبد الرحمن العمراني في حواره على الكتاب والمدارس التي أثرت في نتاجه وتوجهاته في مجال القصة القصيرة والأقصوصات الأدبية، مقدماً مجموعة من النصائح التي يرى أن يتمثلها القاص كعدم الإطالة واختيار الأفكار والمواقف التي ينطلق منها في قصته بعناية، مؤكداً أن التحديات تعد دافعاً للمبدع لمزيد من الإنتاج والإصدارات. فيما عرفت القاصة نورة شتاوي السيناريو والحوار والفرق بينهما، وشهدت الأمسية العديد من المداخلات والمشاركات من الحضور، كما وجدت إقبالاً لافتاً من فئة الشباب المهتمين بهذا الفن من الأدب. نظمت كلية صور في سلطنة عمان ممثلة بقسم شؤون الطلبة معرضاً للفنون التشكيلية على مدى يومين،
والذي يأتي في إطار تطوير وصقل مهارات الطلبة والطالبات في مختلف المجالات. وافتتح الدكتور علي الجراح عميد الكلية المعرض بحضور عدد من الأكاديميين والإداريين بالكلية، وتضمن المعرض عدداً من أعمال الطلبة والطالبات في الفنون التشكيلية في مجال الرسم والتصاميم، والذي حظي بإعجاب وتفاعل من قبل طلاب الكلية والزوار. بعدها تم تكريم المشاركين بالمعرض من قبل إدارة الكلية. نظمت جمعية أحباء دور الثقافة في تونس الدورة الأولى من الملتقى الوطني لأدب الكفيف تحت رعاية وزارة الثقافة والاتحاد الوطني للمكفوفين، ويأتي إطلاقها في إطار الحرص على التأسيس لتظاهرات ثقافية ذات خصوصية، إذ هو أول ملتقى مختص في تاريخ الفعل الثقافي والفني التونسي يتوجه إلى إنتاجات فاقدي البصر في المجال الأدبي وفق بيان للمنظمين. وتضمن حفل الافتتاح تدشين معرض فنون وإبداعات من إنتاج دار الشباب بوسالم، ثم تنظيم معرض للمواهب الشبابية في الفنون التشكيلية. كما تضمن الملتقى ندوة أدبية بعنوان الإبصار في الصوت عند طه حسين، ترأسها مراد حناشي، وقدم خلالها وزير الشؤون الثقافية الأسبق وليد الزيدي أول كفيف تونسي يتحصل على شهادة الدكتوراه في الآداب، كما تم تنظيم لقاء جمع بين الشعر والموسيقى. اختتمت الدورة 25 لمؤتمر الآثار والتراث الحضاري في الدول العربية التي استضافتها الجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت شعار الأمن الأثري في الوطن العربي. وأوصى المؤتمر بضرورة الأخذ بعين الاعتبار مبادئ الاتفاقيات والتشريعات الوطنية وتعزيز الجوانب الجزائية والإدارية والمدنية بالنظم التشريعية الوطنية. ومن الناحية الحقوقية أوصى بضرورة ترسيخ اعتبار الحق في الممتلكات الثقافية كحق من حقوق الإنسان ونشر التوعية بين كل الشركاء. أما بخصوص الجانب التقني فقد شدد على وجوب اتخاذ التدابير الفعالة من أجل منع نقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والتشديد على الحماية والحراسة للمواقع الأثرية والمتاحف على الصعيد الوطني، وتعزيز عمليات الجرد والتوثيق وتكريس مبدأ المشاركة في مجال حماية التراث. كما تضمن البيان الختامي التوصيات والمقترحات الخاصة بمنظمة الأليكسو، وكان من أبرزها دعوة المنظمة لمراجعة آلية تنظيم المؤتمر ومكتبه الدائم من أجل إضفاء مزيد من النجاعة على عمله. نظمت جمعية شمعة أمل في الدنمارك الأمسية الثقافية الفلسطينية، وذلك في إطار الحفاظ على الهوية والتراث الوطني الفلسطيني وربط الأجيال المغتربة بالوطن وتراثه وتاريخه. وضمت الأمسية العديد من الأنشطة الثقافية، منها معرضاً للفن التشكيلي للفنانين مأمون الشايب ويحيى عشماوي، ومعروضات الأشغال اليدوية التراثية من عمل أمل رباح، بالإضافة إلى القصائد الشعرية التي ألقاها الشاعران حسين شعبان ومحمود الباشا، وذلك بحضور أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية وممثلين عن سفارة دولة فلسطين والجزائر والعراق. من جانبه قال أحمد سعد مدير الجمعية إن هذه الأمسية الثقافية جزء من الأنشطة والفعاليات الوطنية التي تهدف لترسيخ الوعي والانتماء لقضية شعبنا والدفاع عن حقوقه المشروعة وتأكيداً على التمسك بالتراث الفلسطيني. ختام نشرتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية مؤسسة عبد العزيز سعود البطين الثقافية.